دكتور هلال، ويا رب تكونوا جميعا في أحسن حال وفي أحسن وأتم صحة، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة السنة الجديدة، ويا رب تكون السنة الجديدة يا رب تيجي بكل خير وبكل سلام وبكل صحة وعافية لكل واحد. النهاردة أنا هكلمكم عن موضوع المنشطات الجنسية، نقطة محددة في المنشطات الجنسية، وهو ما هي خطورة المنشطات الجنسية. بقول خطورة المنشطات الجنسية مش المضاعفات، لأن المضاعفات الجانبية للمنشطات الجنسية جميعا طبعا المصنعة عن طريق شركات ذات سمعة طيبة كلها أضرار جانبية خفيفة وليست مؤثرة، وبتروح ووقتها فقط لا غير، وبتروح مجرد ما الإنسان ما بياخدش تاني الحبوب إياها. لكن أنا بتكلم عن الخطورة، يا ترى المنشطات الجنسية ممكن تكون خطرة لدرجة إنها تقتل الإنسان؟ آه ممكن تقتل الإنسان، بس في الغالب ده ما بيحصلش، وفي الغالب ما بتقتلهوش بسبب المنشط الجنسي في حد ذاته. يعني ما فيش حد بيروح ياخد حباية أو حتى ياخد زيادة حبتين من المنشط الجنسي وهو قاعد في بيته ويموت، لا، ممكن تؤدي إلى وفاة ومقتل الشخص بصورة غير مباشرة، بس بتكون المنشطات الجنسية هي السبب. إزاي؟ أولا خلينا منصفين يعني عشان الناس ما تتخضش أو المنشطات الجنسية بصفة عامة آمنة 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 إلى حد بعيد، لكن مع الاستهتار بتاع الشخص ومع عدم علمه وعدم حرصه على انه يعرف بعض المحاذير ممكن تكون مهلكة. السبب الثاني بجانب ان الانسان غير حريص على انه يلم بنواحي او معلومات عن المنشط الجنسي او المنشطات الجنسية بصفة عامة، السبب الثاني وهو ده اجتماعي عندنا، وهو الخجل الشديد من التحدث عن المنشطات الجنسية. هوريكم فيديوهات دلوقتي لناس بتقول ايه لما بتتكلم عن الناس اللي عندها ضعف جنسي، ضعف انتصاب او سرعة قصف، رأيها ايه؟ كتير منهم رأيه ايه في مجتمعاتنا الشرقية؟ لا طبعا مش هيفضل الجنسية في مصر بتتاخد ان هي حياه كبت وعيب وما يقدرش يروح كده. احنا فلاحين بس بالغنى عليا عشان انا دكتور ذكور عندنا في الدوليه، وده انا صرحت انا صرحت على الاشياء قوي. هذا الخوف وهذا الخجل ان الانسان يتكلم عن او يحكي عن يروح لدكتور او يتكلم صراحه ان هو عنده ضعف جنسي ومحتاج منشطات بتخليه يلجا الى تصرفات من نفسه لتحسين الوضع، يعني يمشي في الظلام يسأل أصحابه يسأل مش عارف ايه ويبتدي بلبع من نفسه، مع ان الضعف الجنسي أكثر انتشارا من أمراض كتيرة جدا، ويمكن أضراره الاجتماعية والصحية برضه شديدة جدا عن بعض الأمراض. يعني الناس اللي عنده سكر، اللي عنده ضغط، اللي عنده قلب ما يتكسفش انه يتكلم، ده بالعكس ده أحيانا بيبقى ذريعة عشان ايه يوصل لحاجه معينه. يعني انت ممكن تشوف واحد ايه يقول لك يا ابني ما تهدش حيلي بقى وبلاش مناكفه، ده انا عندي السكر. لكن بالامانه عمرك شفت واحد بيقول لك يا ابني ما تهدش حيلي، الله لا يسوقك، ده انا عندي ضعف جنسي، عندي ضعف انتصاب، او يا اخي روح بقى روح بقى توكل على الله سيبني في حالي، ده انا عندي سرعه قصف، عمرك ما شفتها؟ طبعا لان المنطقه دي منطقه حساسه، ودايما او معظمنا وطبعا كان كلنا بس زمان، دلوقتي بدأ الناس تتفتح شوية، لكن ما زال غالبية عظمى من الناس بتداري عنها، بتداري عليها وحافظها كده في صندوق اسود مظلم داخل النفس. ده بالعكس، ده ممكن الواحد يكون بيعاني من ضعف جنسي او اي عيب ويبقى يتكلم كده ويتفاخر وكأنه هو ايه ديك البراري، يقول لك ده انا ده انا انا نفسي بنقوم من اي شاب دلوقتي. يعني التكتيم على هذا الموضوع والحرج الشديد مننا كرجاله ان احنا حتى بتخلينا نلجا
ان احنا نتصرف من نفسينا، واخطر شيء في التصرف من نفسك هو عدم العلم. لو انت عارف مفيش مشكله، طب انت عارف ايه؟ ايه اللي انت عايز تعرفه عشان تتجنب الخطر الداهم للمنشطات الجنسيه، وبدل ما تبقى شيء ممكن يكون قاتل، لا ده يبقى شيء مفيد جدا جدا واضراره الجانبيه ليست لها قيمه. ايه هو العلم ده؟ العلم ده او المعلومه دي الحساسه جدا، وهي انك تعرف ان كل المنشطات الجنسيه بتشتغل ازاي. طيب بتشتغل ازاي وايه اهميه ان انا اعرف؟ خلينا نوضح. المنشطات الجنسيه كلها بتشتغل ازاي؟ بتشتغل بمبدا انها توسع الاوعيه الدمويه، ترتخي الاوعيه الدمويه فتتوسع، فالدم يضخ فيها. لما الأوعية الدموية بتتوسع الدم بيمشي بسهولة، مفيش مقاومة، الضغط الدم يجراله يهبط شوية. وطبعا هبوط الضغط ده بسيط جدا محدش بيشعر بيه. طب وإيه المشكلة؟ المشكلة مش هنا، المشكلة لو الإنسان ده بياخد أدوية تانية، ودي كتير جدا. ناس بتاخد أدوية ومش عارفة أسماء، في منهم ناس بيجوني أقول لهم الأدوية اللي بتاخدوها إيه؟ ما يعرفوش بالشبه، وييجوا اقول لهم لا هاتولي الادويه هنا عايز اشوفها، يروحوا جايبين لي كيس كده ولا شنطه مليانه ادويه ويحطوها قدامي على المكتب. طب انت بتعرفهم ازاي يا سيدي؟ لا ما انا ده بتاع كذا وده بتاع كذا. الله، طب افرض غلط. يعني الجهل بالادويه واسمائها دي يعني منتشر جدا جدا بيننا. المشكلة زي ما بقول انك انت ممكن تكون بتاخد دواء اخر يكون بيوسع الاوعية الدموية برضو، وهي ادوية القلب بتوسع الاوعية الدموية عشان الدم يمشي بسلاسة، وبالتالي القلب يخف من عليه الضغط، يقدر يضخ الدم لانحاء الجسم بسهولة وتخف من عليه الضغط ويخف من على القلب العبء. فالناس اللي عندها الضغط او اللي عندها القلب بتاخد ادويه بتعمل توسيع للشرايين والاوعيه الدمويه، وبالتالي بتهبط الضغط. انت بتروح لدكتور تكشف يلاقي الضغط عالي عندك او عندك حاجه في القلب يديلك علاج. مش كل الدكاتره بقى بتتقاس كذا وكذا وتقعد تسال المريض بتاخد دواء ايه، ولا في دكاتره على طول ايه مالك ضغط الدم خد، يروحوا كاتبين له علاج. انا شفت روشتات دكاتره، روشته بتاع الدكتور مثلا كتير مكتوب فيها دواء واحد فياجرا. طب هو الدكتور ده سالك اي حاجه؟ لا، انا قلت له ان انا عندي ضعف جنسي، قال له طب خد حبوب فياجرا. نفس الشيء برضه الدكتور يروح للواحد عنده ضغط دم، خد حبوب ضغط الدم، او قلبك نخف الضغط عن قلبك شويه خد الحبوب دي، من غير ما يتقصى من المريض انه بياخد ايه. والمريض طبعا حاطط معلومات في الصندوق الاسود مخبيها، ما بيروحش يقول للدكتور والله يا دكتور انا باخد كذا وكذا. هي مش هيقول للطبيب، مش هيقول للطبيب الا لو الدكتور ساله وعمل زي ضابط المباحث كده وقعد يحقق معاه. العيان عمره ما يروح للدكتور بسبب ضغط الدم او بسبب ارتفاع مثلا السكر او بسبب صداع او ويقول له على طريقه المرضي او ايه، لازم الدكتور هو اللي يحقق. فاللي بيحصل ايه بقى؟ ايه اللي بيحصل؟ نرجع لموضوع الدكتور بيكون كاتب لك علاج لتوسيع الاوعيه الدمويه ويخفض ضغط الدم، وانت من نفسك كده عمال تاخد في منشطات جنسيه برضه بتوسع الشرايين والاوعيه الدمويه وتخفض الدم، الاثنين مع بعض يتجمعوا ضغط الدم ينزل بدرجه شديده. لو ضغط الدم نزل بدرجه شديده ايه اللي يحصل؟ الانسان يفقد تركيزه ويفقد شويه من وعيه، وقد تصل الحاله الى الغيبوبه. ممكن الواحد يوصل لغيبوبه، لو قاعد في بيته مش مشكلة كبيرة، هيفوق أو هيتحسن أو حد هيسعفه. طب أمال أنت بتقول ممكن المنشطات الجنسية تكون بتقتل يا دكتور؟ إزاي بقى؟ تخيل بتسوق عربية لا قدر الله وأنت واخد فياجرا وبلبعت لك حبوب الإيه
اللي هي متعارضه معاها. وانت سائق العربيه ضغطك هبت، تركيزك حسيت كده بلحظات فقدت الايه التركيز الضغط، ايه اللي هيحصل؟ ما ممكن تحصل حادث، مات من حادثه العربيه. لكن ايه السبب؟ السبب ان هو كان واخد الحبوب اياها المنشطات بدون علم منه مع حبوب اخرى متعارضه معاه، وعرض نفسه للخطر. برضه نفس الحكايه، ممكن يكون ماشي في الشارع وجات له النوبه نتيجه تفاعل هذه الحبوب مع بعض، بيعدي الطريق جات له النوبه، تلكع قصاد عربيه خبطته، او نازل على سلم مثلا ويروح مغمى عليه على السلم يتدحرج، دماغه تتخبط في الحيطه يموت. حالات كتيره جدا بتموت في حوادث وبنسجلها وايه على انها توفت في حادثه، ومحدش عارف. يمكن لو فتشوا جيوب يلاقوا في حبوب فياجرا، ويلاقوا في حبوب بياخدها للقلب تتعارض مع حبوب المنشطات الجنسيه. هي دي الخطوره. لو احنا طلعنا المعلومات دي من صندوق الاسود واتكلمنا بكل بصراحه، يا دكتور انا عايز باخد حبوب كذا، او عايز حبوب كذا، او انا عندي نقص في الانتصاب او سرعه قذف او كانت الامور، الخطوره القاتله للمنشطات الجنسيه اتعدمت، كانت بقت زيرو، وما كانش بقى فيه الا الاعراض الجانبيه البسيطه اللي هي شويه صداع، سخونه الجسم، شويه توهج. كل ده اعراض بتستمر 10 دقائق ربع ساعه وبتنتهي، دي اعراض بسيطه جدا. فهي دي الخطوره، هي دي الخطوره بتاعه المنشطات الجنسيه. لكن بالامانه فيما عدا ذلك، المنشطات الجنسيه من العلاجات الامنه جدا جدا، ومن اكثر العلاجات امنا من العلاجات اللي احنا نعرفها كلها. وربنا يستر علينا وعليكم، ومحدش يشوف وحش بسبب المنشطات الجنسيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.